والآن إلى طنجة، حيث نظمت الزاوية العلوية المغربية احتفالها السنوي بالولي الصالح مولاي عبد السلام برمشيش، أمسية تخللتها فقرات من المديح في خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام بحضور مريدي الطريقة العلوية المغربية. سام مخلفي ورشيد برحو. خلال هذه الأمسية تعالت الأذكار والصلوات على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمسية صوفية تليت فيها آيات بينات من الذكر الحكيم، وبأسمى عبارات المديح أنشد أهل الذكر والسماع. الطريقة تحاول أن تذكر المسلمين المؤمنين وخاصة منهم الشباب بكنز عظيم عرف عن المغاربة تولعهم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدع الشيوخ العارفون بالله الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صيغ من الصلاة على النبي. مشاركة حفل موسم الطريقة الصوفية العلوية المغربية بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، والتي تقام فيها كل ليلة من قراءة القرآن وتزويده وابتهالات يلقيها أساتذة وعلماء وتعارف بين مقدمين من الزوايا وأهل الطريقة الصوفية المغربية من أنحاء المغرب. أمداح نبوية شريفة حملت رقة الكلمات وعظمة المعاني، فكانت مناسبة لتزكية النفوس والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يستجاب بها الدعاء وتقضى بها الحوائج. بغية ترسيخ مفهوم أو ثوابت الأمة في المريدات لكي نصنع عاجلا إن شاء الله من الشباب والشابات ملأ قلوبهم بالصلاة على النبي ومحبة الله ومحبة رسول الله وعلى النهج المالكي وعلى العقيدة الأشعرية ومذهب الجنيد وعلى أيضا المنهج الصوفي السمح. وفي اختتام هذه المناسبة تعالت أكف الضرعة للعلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظا يليق بمقامه ويؤيده بنصره العزيز.